ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس الهيئة السورية للإنقاذ دكتور أسامة الملوحي. دكتور أسامة، بداية مرحبا بك. يعني معارك في الغوطة الشرقية وحرستا، إلى أي مدى تتوقع أن تذهب الأمور أيضا في الغوطة الشرقية لنفس مصير الغوطة الغربية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الوضع في الغوطة الشرقية يختلف من ناحية وجود قوة أكبر بكثير من الغوطة الغربية. الغوطة الغربية بعد سقوط دارية أصبح لها وضع يعني ضعيف للغاية، لكن في الغوطة الشرقية لدينا أبطال يسجلون بطولات مبادئة، يعني بمعنى أنهم هم الذين فتحوا معارك ضد النظام، وهدفها وتوقيتها يعني جيد ومحترم، لأننا في فترة يظن العدو أنه قد انتصر، وهم سواء الروس أو الإيرانيون أو النظام يتبجحون بانتصاراتهم، ولكنهم فوجئوا بضربات قاسية للغاية، ضباط برتب عالية قتلى، وهناك محاصرين وهناك أسرى، وإلى ما هنالك عمليات تثبت أننا متى أردنا أن نضرب العدو وأن نستنزفه نستطيع، وهذه ورقة عسكرية بأيدينا من أجل مفاوضات سياسية تؤدي إلى رحيل بشار الأسد. رحيل بشار الأسد أمر لن يكون هناك ثائر واحد يقبل ببقائه على الإطلاق. رحيله هو المحور الأساسي، بل هو الوحيد، المحور الوحيد لهذه الثورة من أجل أن نقول أنها انتصرت بإذن الله. دكتور أسامة، ما تفسيرك للقصف الروسي الشديد على إدلب وأنها أيضا يعني مشمولة بمناطق خفض التصعيد؟ لدينا أمر سياسي مطروح من الروس بوضوح، أن بقاء بشار الأسد تحت غطاء انتخابات مبكرة، والذي لا يقبل ولم يقبل وكان في اجتماع الرياض تأكيد على رحيل بشار الأسد، فلذلك عادوا إلى خنق المدنيين وضرب المدنيين، وعادوا إلى العمليات العسكرية ويتحدثون عن خفض التصعيد، بينما على الأرض هناك يعني زيادة في التصعيد، وهناك ما تشاهدون وما تشاهدونه أقل من الحقيقة من ناحية الجرائم التي ترتكبها يعني القوات الروسية الجوية، أو حتى الخبرات الأرضية التي تصحح الرمايات وتفعل ما تفعل. على كل الأحوال هي معركة عسكرية لا غير، لا يريد العدو إلا الحسم العسكري ضد الثورة، وما يجري من كل المفاوضات هو الإذعان، يريدون إذعان من الثوار أو ممن يظنون أنفسهم يمثلون الثوار، ولكننا نحاصر الجميع، بمعنى لا نسمح لأحد أن يتخلى عن المحور الأساسي وهو تخلي بشار الأسد عن السلطة فورا من أول أي مرحلة انتقالية، وإذا أرادوا الحسم العسكري فعلينا بالصمود العسكري، وهذا ما نفعله. ربما في الأيام الأخيرة حقق العدو بعض النجاحات في ريف إدلب الجنوبي نتيجة الأعمال التي ترونها يعني من الضغط على المدنيين والقصف الهستيري من الروس، لكننا متأكدين من الصمود، وهذا الصمود مع أن الهجوم مستمر للثوار، حتى ربما آخرها كان هجوم الثوار على قاعدة حميميم الجوية والنظام ينفي، هل من معلومات لديكم عن هذا الهجوم؟ يعني الروس اعترفوا بمقتل جنديين، هذا يعني هذين الجنديين أكيد لم يكونا يعني في حالة استجمام، يعني كانا في المطار، فإذا كان هناك جنديين تعترف بهما روسيا فالجرحى كثر والإصابات، هناك صور تسربت مؤكدة بأن هناك أضرار لحقت بالطائرات التي هي على المدارج أو حتى في المرابط، هذا الأمر مؤكد واعترف الروس به. أما قضية الإعلام الكاذب يعني الرسمي السوري فأمره طويل وغريب وعجيب، وهو الذي ساعد الثوار في الحقيقة، نتيجة الكذب المتواصل جعل معنويات العدو في الحضيض في كثير من المناسبات، وهو على فكرة سقط منذ فترة لولا روسيا وإيران. طيب دكتور أسامة، المتحدث باسم الخارجية الروسية قال إن الهجوم على حميميم هو محاولة لوضع عقبات أمام مؤتمر سوتشي، إلى أي مدى ذلك صحيح؟ يعني هذه وقاحة سياسية، يقال عنها وقاحة سياسية، لأنه الآلة التي تقتل، الآلة التي تقصف، يجب أن لا تمد يدك لتقول لها كفي، حتى إذا مددت يدك باتجاه آلة القتل فسيقول لك أنك تفشل المفاوضات السياسية. هذا أمر غريب عجيب، يعني لم يتعرض الروس في يعني أماكن مدنية أو حتى مؤسسات غير عسكرية، هذا موقع تخرج منه آلات القتل للشعب السوري المنتفض العظيم. شكرا لك دكتور أسامة الملوحي رئيس الهيئة السورية للإنقاذ.